عبد الرحيم الشايب كاتب الجامعة الوطنية في جامعة المحلية وعضو المكتب الوطني. احنا اليوم كنتواجدوا من مخر العمل ديال الدريوش فوق واحد احتجاج ديال ما يدعى لها اجهزة من الوطنية ديال الجامعة اساسا من الاجتماع الاخير المهم ديال اللجنة الادارية المهم من الدار بالرباط يوم 8 مارس وهي تندرج في اطار التنديد بالمضايقات وتضييق بطبيعة الحال على حرية العمل النقابي ماشي فقط من الدريوش ماشي فقط الدريوش يقليم الدريوش ولكن على المستوى الوطني بحيث أنه بدأ كيتبين جليا بأنه كان هناك واحد هجمة شرسة من الحرية النقابية اللي كتستهدف المناضلين أساسا المهم ديال الجامعة الوطنية. نعطيو أمثلة متعددة منها المثال الأول المهم ديال ما يقع اليوم في أزلاف اللي لحد الآن المهم الرئيس ديال الجامعة ديال أزلاف بدل انه يعني انه يوجه المجهودات ديالو في تدبير مهم الشان المحلي واستجابه للمطالب ديال المواطنين والمساهمه في التنميه انه كيمشي في اتجاه ديال تصديق ديال الحريات العامه والامعان المهم كذلك في الاحتقار ديال الحضره ديال الموظفين بحيث انه النهار المهم اللي بدا النهار اللي تاسس المكتب المهم ديال الفرع ديال المكتب النقابي المدير ديال الجامعه بازلاف هو كيدير يعني مجهودات متكرره من اجل انه الضرب المهم ديال هذا الفرع. اولا خلال المهم تهديد ديال المجموعه المهمه ديال المناضلين بسحب العضويه ديالهم من الفرع المهم ديال المكتب اللي كاين في ازلاف. ثانيا من خلال لا 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 التمزيق ديال البيانات كذا وهذه واقعة المهم اللي قلت عليها انا شخصيا ككاتب جهوي انا تنقلت الى المهم ازلاف وقدمت طلب رسمي المهم اللقاء الحوار مع الرئيس المهم ديال الجماعة وكان قمت شخصيا بالتعليق ديال البيان ديال المكتب الجهوي الا انه افاجأ وامام الرأي ديال السلطات اقول امام المرأة المهم ديال السلطات انه فاجأ التنسيق المهم ديال البيان ديال المكتب الجهوي. اليوم حنا كنوجهوا واحد النداء واضح للسلطات المحليه اليوم نعتقد وكنقولوها بالواضح المهم ديال انه السي العام اللي قريم ديال الدريوش اتمنى صادقا بان صاحب اخلاقيات المرفق العمومي واعيد صاحب كتاب اخلاقيات المرفق العمومي انه في ان يكون في مستوى ما كتبه في هذا من في هذا الكتاب بحيث انه يكون فعلا مستجيب للطلب ديال الحوار وانه ينتصر للغه من القانون اللي اعتقد بانهم بين الناس المهم اللي كيدرسوا ودرسوه ويدرسونه انه ينتصر له وانه يستجيب للطلب ديال الحوار بحيث انه حرية ديال العمل النقابي امر منصوص عليه من الدستور اللي صادق عليه المغاربه بغض النظر عن موقفنا من الدستور اللي صادق عليه ما يفوق 99 او 100% ديال المغاربه انه يحث الرئيس ديال الامتثال للقانون بدل الاستمرار من في الخرق ديالو. كنحيو بهذا المناسبه نرجعوا استاذ ديالي الكريم نرجعوا للنقطه ديال هذه المضايقات اللي كيتعرضوا ليها الموظفين بالنفوذ الطراب ديال الجماعه ديال ازلاف من طرف هذا الرئيس. يعني واش نقدروا نسميو بانه هذه حكره من طرف رئيس الجماعه للموظفين اللي كيشتغلوا معاه في الجماعه ديالو؟ اكيد يعني بهذا المصطلح هذا حكره. انا اقول اكثر من الحكره. اليوم هناك بعض النماذج ديال الرؤساء ان للاسف انهم لا يعرفون حتى معنى الميثاق الجماعي فبالاحرى انهم يعرفون الاشكالات الحقيقيه التي تعانيها تدبير الشان المحلي والمناجم الحوايج الجديده اللي بانت في تدبير الشان المحلي. اعتقد انه اليوم اللي كيمشي لازلاف انه يشوف الواقع المهم ديال الجامعه ازلاف لا في التعليم ولا في الصحه ولا المهم في جميع ما يرتبط بالتسيير المهم ديال الشان المحلي محليا وهذا ما ينطبق على ازلاف ينطبق كذلك مع الدريوش وانتم راكم كتبعوا يعني المسيرات المهم يعني الاسبوعيه تقريبا اللي كتقوم بها لا يعني المعتقد التنسيقيه المهم ديال تبعت الشان المحلي واللي راه حضر معنا اليوم في هاد الوقفه. قلت بان هاد الناس هادو ما زالوا يعتبرون او يسيرون هاد الجماعات وكانها ضيعات في لحية تبعات لهم للاسف ان هاد العقليه اليوم اللي ما بغاتش المهم الان باش تحيد مجموعه من الرؤساء من ديال الجامعات بارتو في المغرب ماشي المغرب ازلاف فقط ولكن بارتو في المغرب. للاسف الشديد انه اليوم الميثاق الجامعي ديالنا لا زال متخلفا كثيرا على مواكبه التطورات اللي كتعيشها يعني المهم جميع المهم يعني
الاجتهادات المهم اللي كدار مخبر الجهه المحليه للاسف الشديد. الكاتب الجهوي لعمال وموظفي الجامعات المحليه بالجهه الشرقيه، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا جزيلا المهم الناظور سيتي. شكرا لك. موقع الناظور سيتي اللي تابع دائما يعني النبض الشارع في يعرف جمال الله بعد الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه عمر موظفي الجامعات المحليه الدريوش والناظور. الوقفه النهار مش تسنم يعني بدات تقريبا راه 11 تنظمت المكتب الاقليمي للجامعه الجامعات المحليه للدريوش والناظور من اجل يعني تنديد سجن الهجوم تعرض نتصل الحريات النقابيه يعني في الاقليم وخاصه الجامعه ومزرعه الجماعه ثاني تاع الموظفين يعني الجماعه ثاني تاع خصوصا اللي يعني كيتحمل المسؤوليه كي دخل النقابيه يعني دي الجامعه تعرض بشكل مستمر لابتزازات لاعتداءات الاهانات المضايقات يعني من طرف الرئيس المجلس. نحاول نمشي كمكتب اقليمي اننا ندخل في البدايه انساس طلب لقاء السيد الرئيس الجامعه ثاني تاع يدخل كذلك المكتب الجهوي، ولكن مع الاسف يعني ولي تجي الاستجابه من اجل المعالجه للمشكل الحوار يعني المفاوضات سمانه يعني الجاخ انه راني مضطرين عندنا هو وقفه احتجاجيه اقليميه نهار امام المقر العماله الدريوش ما يمي المقر العماله لاننا نعتبر يعني السلطات الاقليميه معنيه الحمايه من القانون اعتبارها يعني وصيه في القطاع الجامعات المحليه مشين حاليا تحت الجم من اجل يعني القانون في نهايه المطاف من اجل صيانه القانون من اجل يعني الفرض الاحترام للقانون لان الحريات النقابيه مش تسلم يتنسخ الدستور تنسخ مجموعه من يعني المواثيق الدوليه غير في صدق المغرب وبالتالي يعني المعركه في الحقيقه المعركه من اجل الاحترام للقانون ومن اجل انه مديريه الجامعات المحليه فعلا مرافق عموميه في خدمه يعني المواطنين وقريبة من المواطنين ويجي الضيعات خاصه يعني شان الرئيس وبالتالي نلقى ان اليد ما زالت يعني ممدوده من اجل الحوار سواء الرئيس الجامعه نيغ كذلك السلطات الاقليميه وثمان يعني بشكل عام جا ممكن اثنين وقفه دين برامج احتجاجيه مستقبليه اني مضطرين اننا نصعد مرة في حاله يعني وين باش الاستجابه المطلوب اساسا الحريه النقابيه وشكرا للموقع مجددا للمتابعه. شكرا.